ام كانت تنبش طلبينا بابتي دوام ياخد بروتوكول دوام كأمرود اخواني انتيا اس ام تي بي لغل بوب 3 كدو بروتوكول طيبتن با ناردونو ورقرتيني ايميل اس ام تي بي اكسانا اكسانا بسند بوب 3 اكسانا با ريسيف باشا مرحبا طلاب عدنا بروتوكولين اثنين اليوم راح نقراهم اللي هما SMTP and POP3 SMTP اللي هو Send Mail اوكي والPOP3 اللي هو Receive Mail او اي شيء مثلا اي رسالة تجيكم هي واصلة لكم عن طريق يا سيرفر هي واصلة عن طريق الPOP3 واي رسالة تزوها هي رايحة عن طريق SMTP باشا زماعد وثمان SMTP ID نردني ميلا ياخد هر نامك ياخد هر فايل ياخد هشتاق بنيرن دتوانن برقي SMTP ودنيرن SMTP سيرفر باشا هو سيرفر كي بتنيا ID نردني نامه POP3 اويش بتنيا سيرفر كا ID ورقرتني نامه باشا اوكي باستا بين هسا خلونا نجي نسوي configuration لهذا SMTP POP3 باستا بين configuration بكين بو SMTP POP3 كا لنا سيرفري بوي لنا سيرفري تعريفي كين يا كم جارد بيبين لنا راوتر اولا عمود نعرفها بالسيرفر اولا لازم نجي نعرف هاي الشبكه اللي هي 11.0.0/24 بوي او سيرفر اب اس ام تي بي بوب 3 تعريفي بكم ياخذ اكتيفيتي بكم هو دي بي بي يا كم زار لنا راوتر اي بي كي بو تعريف كم نتورك كي درست بكم هو كي 11.0.0/24 ديما راوتر سي ال اي انا كونفتي تمام انترفيس اف 0 لسر 0 بوتي 0 لسر 0 چونك اما نسرا وليرا 0 لسر 0 ليش هنا اني تكتب 0 على 0 لانه هذا الانترفيس مالتي هذا البورت اسمه 00 تويو اي بي اد يازدا 00 يك تمام 11.0.0.1 ما راح اكتب 0 ولا راح تكتبون يا مسلاج 24 هيك ما تكتبوا وما يصير همينة تعرفوا هيجي ما يصير هذا صفر يصير واحد اوكي نبي بمشي وازب نسنو دوايا و صوت بنزاو بين صوت بنزاو بين صوت بنزاو بين صفر لو سيد صوت بنزاو بين صفر تونك اما سلاج بشتسارة لانو هاي سلاج 24 ليجي اني كتبت هنا 255 وصفر اوكي رجاء نديروا بالكم على هاي الخطوة كلش مهمة تكايا اقاداري ام خطوة يبن زوزر قرينجا دوايا اوا تون ايشي بيدكم شلون اني اشغل لهذا البورت سوي نو شوت داون بعدين اكزيت توي واكزيت تمام ساني شغلت لهذا البورت شوفوا صار اخضر زين استاد بيتشبكم تمشاكن استاذ سوزبو استاد بيتشبكم استادي مناو سيرفري باشا ساني اجي على هذا السيرفر قلنا اول قاعده بالنتورك هي شنو اذا الجهاز اي جهاز ما عنده اي بي ما له وجود بهاي النتورك بهاي الشبكه وثمانيه كم قاعده يا كم قاعدة لناو نتورك دات سيا هر جهازيك ياخد هر اميريك اي بي نبيت بوني نيا لناو نتورك دا باشا بو يكم زرد بيبي مسر ديسكتوب اي بي كونفيجريشن دي عفوا بوبولن اللي راي بيكي بودا دانيم يازدا 001 اوش دبيت تا او ديفولت جيتو يكي تي باشا هر تي لناو راوتر تعريف مكر دبي ليرش تعريفي بكم اوش دبيت يازدا 002 تمام اوتسا اوا دبي سيدو سوتو بنزاو بينزو صفر بيت بوي بخوم دقورو صفر باشا او استا تعريف مكرت اي بي كي سيرفر كاتن دا يازا 002 او شين سيت 55 صفر كا ديفولت جيت وي كي يازا 00 يك استا ويلا تمام ديم لا باشي سيرفيسز تمام دي اتش سي بي بوت سي دي اتش سي بي بوي اوتوماتيكي بدن بالكمبيوتر كان لازم اني انطي دي اتش سي بي عمود الكمبيوترات هذني الكمبيوترين الاثنين ياخذون الاي بي اوتوماتيكيا مو اني ادخل لهم يا كم زر امتى كما اون اول شيء اسوي اون بعدين ديفولت جيت واي اخلي يازدا 001 هذا الاي بي مال ديفولت جيت واي مال راوتر او اي بي راوتر كيت كاي اقدر ياخذ ويا بن لقلت شيكي امش بكان دبي يازدا 00 بيت او رقمي الاخير ايش كيشني دوي بس سيف كان بعدين اسوي سيف تمام زين ثاني اجي على الايميل بروتوكول دوي من دي مسار ايميل بروتوكول باشا ايميل استا SMTP اليرا اونا POP3 اليرا اونا SMTP بكار دهينم كيدمينا مبنيرم POP3 بكار دهينم كيدمينا مور بقرم باعو
اجي على قسم الايميل بروتوكول، باعوا ال SMTP اون وبوب 3 همين اون. استعمل SMTP من اريد ادز رسالة او اريد ادز فت فايل او اريد ادز اي شيء، هذا مجرد سنت اوكي، وهذا همينا ريسيف اوكي من اريد استلم اي شيء. الدومين نيم كلش مهم، لازم احنا كلنا نكون متصلين على نفس الدومين نيم. هسه مثلا جماعة الجيميل، انت مدز جيميل لازم يكون عندك جيميل انت، يعني انت اي ويل بي خلينا نقول لازم يكونوا a@gmail.com وb@gmail.com او a@outlook.com وb@outlook.com yahoo.com وyahoo.com، لازم يكونوا من ضمن نفس الدومين تمام، عمود يشتغل عمود اثنيناتهم يكونوا متصلين عبر نفس الشبكة. تمشى الي ربكن استا مثلا منا مدني رمبوي كي جيميل يها بيت دبي جيميل كي امنو او همان جيميل مان هبيت، يعني بنو سريت اليرا gmail.com باشا ياخذ مثلا outlook.com outlook.com وانا ياخذ yahoo.com دبي هر دوكمان همان شو بي نبي من جيميل لجيميل بنيرم بويا هوي او لجيميل كي بكاتو نبي دبي هر دوكمان من جيميل بنيرم او يجي لجيميل اور بكريت تمام. مثلا ما يصير اني ادز الياهو هو يشوفها بالجيميل، لا اني ادز الياهو هو همين يشوفها بالياهو، اني ادز بالجيميل هو همين يشوفها بالجيميل اوكي. استا بس اني راح اسوي لي دومين cis.com. استا من الي دومين يقدر تنيم cis.com سيتي دكا اسوي سيت يوزر اي باسورد يك دو سي زائد يوزر بي باسورد يك دو سي زائد تمام. استا اميان ايا ومشيان بيا، هذا اي وهذا بي اوكي، هذاني اليوزرين اثنين اللي يعني عندي اياهم. زين هسا انا شو راح اسوي؟ استا من دبي تشبكم ديما سر اي، هسا انا اجي اعرف هذاني الاي بالاكونتات مالتها، اكونتي اي واكونتي بي تعريفي دكم ديما سر اي ديسكتوب اي بي كونفيجريشن يكمش دكم دي اتش سي بي، اولا اخليها دي اتش سي بي لانه لازم اعرف للاي بي مالته. دبي اي بي كيبو تعريفكم تمام سكسسفول، لازم يطلع لي نفس الرينج رجاء 11003 اوكي. زين بعدين اجي على الايميل دواي اوا ديما بشي ايميلي تم شكل يور نيم اي ايميل ادريس اي ات سي اي اس دوت كوم وانا انكمينج مال سيرفر، لازم اكتب الاي بي مال سيرفر مالتي تبي اي بي سيرفر كيف بنوسم 002 تمام. تم شكل ربكن لو لي ردونا لو لي ريغني نتوك همان سيرفر انكمينج ميل سيرفر اوتجوينج ميل سيرفر او مبستي اس ام تي بي بوب 3 لهندك شركات سيرفرك دادنين بو اس ام تي بي وسيرفرك كثير دادنين بو بوب 3 بلام ايميل راه همان سيرفر بكاري ديني. باو يا جماعه ليش هنا من هنا كاتب سيرفر انفورميشن انكمينج واوتجوينج كاتبها مرتين، يعني هو صح عندنا نفس السيرفر واحد مختص بس اس ام تي بي ونفسها همينة بوب 3، بس اكو شركات واحد بس يخلونا اس ام تي بي ولا بس يخلونا بوب 3 تمام، بس احنا مالتنا هو نفس السيرفر فراح نخلي نفس الاي بي مال سيرفر هنا اوكي. يوزر يوزر نيم اي والباسورد يك دو سي تمام، يوزر نيم اي والباسورد يك دو سي وسيف تمام. استا من اي تعريف كرت دوايوا دادنيم ديما سيرفيش بها ماشي وا دي سيكتوب اي بي كونفيجريشن دي اتش سي بي او اي بي وريجرد ديما ايرا اجي هنا على الايميل الاكونت مالتي اني بي يور نيم بي ايميل ادريس بي ات سي اي اس دوت كوم هذا الدومين اللي كتبناه او دومين هيك كانو سيما لقال عاد كي بوزياتك انكمينج ميل سيرفر يا 002 اوت جوينج هم يا 002 يوزر نيم بي باسورد يا 2 تمام وسيف اوكي. استا امن هردو اكاونت كم درس كرت اي لقل بي وانا ثاني اجي ادز رساله استا امن ديم نام دنيرم لاي بوبي ولا بي بو اي بزان دروات يانا اجي ادز رساله من اي للبي ومن بي للاي عم تعرف انه البروتوكول يمي فعال ولا كومبوز تو بي ات سي اي اس دوت كوم تمام. Subject راح نكتب hello b اوكي بسوي send. ثاني اجي هنا قسم البي اللابتوب البي لازم اجي على الرسيف اشوف هذا الايميل
أمن كديما ناو بي لبشي رسيبي دا برنامكي ليرة بينمو أو أي from a@cis.com هلو بي لو ديتش ناردو باشا بأستا من بنيرم لو أي خس خلونا آني أدز للأي compose to a@cis.com أوكي هلو أي سنت استا امن ديما ايرا تمشى سين سكسيس احنا اريد نسريت اجي هنا ديما ايرا لبشي ريسيفي اريد لفروم بي اس اي اس دوت كوم هلو اي لو ديت اوش ناردو تمام